القارئ محمد بهرامي. كفيف ولكن نور بصيرته جعلته عملاقا في تلاوة القرآن الكريم، أبهر اللجنة بأسلوب عميق وحساس يدخل قلوب المسلمين بدون استئذان. هيا بنا نستمع إلى تلاوته. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا سلام، سلم، بارك الله فيك. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله يا رب، يا الله يا الله. أيوة. يا سلام. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. أيوة. الله الله. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. الله الله الله. نعم. الله الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. الله الله الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. يا رحمن. الله الله الله. يا رحمن يا رحمن. يا سلام، سلم. الله. بسم الله استاذنا. كيف بده ايه الاستاذ شاعر تناقص الصوت. وتوكل على الحي. الله. وتوكل على الحي. الله. وتوكل على الحي. الله. وتوكل على الحي الذي لا بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. شغل بمعروف وقفت. وتوكل على الحي سبح بحمده وكفى.
كفاك.